اهلا بيكم يا اولاد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احبائي طلبه وطالبات الصف السادس الابتدائي، النهارده مع بعضينا هنحل اسئله كتاب المدرسه على الوحده الاولى. اتمنى ان هي تحوز اعجابكم وتنال رضاكم وتفهموها كويس ان شاء الله. اسئله الكتاب ده مهمه جدا لان بيجي منها ايه؟ الامتحان. احنا شرحنا الفيديوهات اللي فاتت كل الدروس، درس الخاص بالماس والويت في كذا فيديو، والنهارده هنحل مع بعضينا اسئله كتاب ايه؟ المدرسة على الوحدة الأولى. كل ما أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وإن إحنا ما ننساش نشترك في القناة بقدر الإمكان علشان يوصل لنا يا أولاد كل الفيديوهات اللي أنا بنزلها أول بأول. تمنياتي ليكم بكل النجاح والتوفيق، ونشوف مع بعضينا حل أسئلة كتاب المدرسة في مادة الساينس الصف السادس الابتدائي على الوحدة إيه الأولى اللي هي الماس والويت. أول سؤال يا أولاد بيقول complete the following sentence، أكمل إيه العبارات الآتية. The measuring unit of mass is نقط or not، where the measuring unit of weight is not. ها مع بعض، ال measuring unit of mass is جرام or كيلو جرام. ممكن نكتبها كي جي أو كيلو جرام. ها بينما الميجرنج يونت اوف ويت از نيوتن. سهلة دي ولا صعبة؟ يبقى وحدة قياس الماس جرام او كيلو جرام، وحدة قياس الوزن اسمه ايه يا ولاد؟ نيوتن. ماس از ميجرد باي، الكتلة تقاس بواسطة نقط، بينما الويت بواسطة نقط. طبعا الكتلة بواسطة ايه؟ ها ممكن نقول له وان ارم سكيل، تو ارم سكيل، اي حاجه كله صح. وان ارم سكيل او تو ارم سكيل، ممكن نقول له بالانس سكيل، خلاص اي حاجه تنفع هنا الكتله، لانه سايبها كده مفتوحه، مالهاش كتله صغيره ولا كتله ايه كبيره. يبقى هنا ممكن نكتب بالانس سكيل. بالانس سكيل ممكن نكتب وان ارم سكيل، ممكن نكتب تو ارم سكيل، ميزان ذات كفه واحده، ميزان ذات كفتين، كله يمشي. بينما الويت از ميجرد باي ها سبرينج سكيل، ده الجهاز بتاع مين؟ بتاع الويت. لكن بتاع الماس بالانس سكيل او وان ارم سكيل، تو ارم سكيل، اي حاجه. سي ماس از كونستنت، الكتله ثابته، اند از نوت افكتد باي، ها الكتلة ثابتة and not affected by، لا تتأثر by changing the place أو by place، لا تتأثر بالمكان. خلاص يا أولاد. دي the object weight، وزن الجسم، depend on، ها مع بعض وزن الجسم يعتمد على، فاكرين ال factors affecting the weight، وزن الجسم بيعتمد عليه، ها بيعتمد على object mass، كتلة الجسم، وبيعتمد على البلانت، الكوكب اللي عليه الجسم، وبيعتمد على الديستانس، المسافة between the object and the center of the planet. بس احنا ممكن نكتبها باختصار، يبقى object weight يعتمد على object mass، كتلة الجسم، يعتمد على البلانت، الكوكب اللي عليه الجسم، يعتمد على الديستنس. الديستنس هي يا مستر اللي هي الديستنس between the object، بين الجسم and the center of the planet. كتبنا ديستنس بس، اوكي عايز تكمل مفيش اي مشكلة. خلاص ده كان السؤال الاولاني يا ولاد اللي هو مين؟ complete. برافو عليكم. ندخل على السؤال التاني اللي هو write the scientific term. write the scientific يا اولاد term، اكتب المصطلح ايه؟ العلم. نشوف مع بعض. the amount of matter in an object، يلا يا دكتور، يلا يا دكتوره، كميه الماده الموجوده في الجسم، على طول mass. the force with which a body is attracted to the earth، قوة جذب الأرض للجسم، ها ويت. أعتقد إن أنتوا شاطرين وعارفين الكلام ده، سهل جدا. سي ذا ميجرمنت يونت، وحدة قياس الكتلة،
which is almost equal the mass of 1 liter of water. وحدة قياس الكتلة اللي بتساوي كتلة لتر من الماء اللي هي مين؟ كي جي، كيلو جرام. لما تكتب كي جي عادي، لما نكتب له ايه؟ ها؟ كيلو جرام. خلاص؟ رقم دي measurement unit of weight، وحدة قياس الوزن which is almost اللي بيساوي غالبا the mass of 100 جرام، ده ايه؟ نيوتن. اول ما يقول لك measurement او measuring unit of weight يبقى نيوتن. هنا الميجرنج يونت اوف ماس في جرام وفي كيلو جرام. الكيلو جرام اللي هو بيعادل كتلة لتر من الماء. امتى تبقى الاجابة جرام؟ لو قال لي هنا ماس اوف 1 بيبر كليب. فاهمين يا اولاد؟ اوكي. اللي بعده ان اوبجكت هوز ماس اون ذا ايرث، جسم كتلته على الارض 6 كيلو جرام، 6 كيلو جرام. كالكوليت اتس ويت on both surfaces on the earth and the moon. يلا فكر معايا، جسم كتلته كام؟ 6 كيلو، يبقى الماس 6. عايز الوزن على الارض والوزن على القمر. نحل مع بعض، لازم نكتب القانون. الويت on earth بتساوي ماس في 10. ماس في ايه؟ 10. ماس في 10. نرجع للمسألة، الماس اون ذا ايرث 6، هو عايز الوزن على الارض، يبقى الوزن على الارض ايه؟ ويت بيساوي ماس في 10، يبقى 6 في 10 60، 60، 60 ايه؟ نيوتن. جبنا له الوزن فين؟ الوزن على الارض. طب عايز الويت اون مون بتساوي، احنا جبنا الوزن على الارض، عايز الوزن على القمر. الوزن على القمر بيساوي ايه؟ لازم تحفظ القانون ده، ويت اون ايرث على 6. طب الوزن على الارض كام؟ 60 على 6 يبقى فيها كام؟ 10. 10 ايه؟ نيوتن. نحلها تاني، نحلها تاني. الجسم كتلته كام يا حلوين؟ 6 كيلو. عايز وزنه على الارض، وزنه فين؟ على القمر. عشان اجيب وزنه على الارض لازم نقول الويت اون ذا ايرث ايكوال ماس في 10. الماس ب 6 في 10 يبقى تطلع بكام؟ ب 60. طب جبنا الوزن على الارض، عايز الوزن على القمر. الوزن على القمر بيساوي الوزن على الارض على 6. ال 60 اللي انا جبتها على 6 يبقى فيها كام؟ 10. 10 ايه؟ 10 نيوتن. اللي بعده the following picture، الصورة اللي جاية دي اللي يستريز ستيب، بتوضح خطوات حساب الليكويد ماس كتلة ايه؟ سائل. يوزنج ذا ديجيتال سكيل، عندنا ده اسمه ديجيتال ايه؟ سكيل. طبعا الصورة مش واضحة قوي، ده سكيل ريدنج، قراءة السكيل وهو فاضي كان 119.76 من 100، 190 اوكي 119.76 جرام. طيب لما حطينا مية أصبح كام؟ أصبح الرقم ده 186.73، 186.73 من 100. يبقى هنا وهو فاضي كتلته الرقم ده، وهو في السائل كتلته إيه؟ الرقم ده. طبعا لما بنحط فيه سائل الكتلة بتزيد. إيه المطلوب؟ بص calculate، يحسب الماس اند ويت اوف ذا ليكويد، كتلة ووزن السائل. عادي جدا، الكاس دي فاضية، الكاس دي فيها سائل، نعمل ايه؟ نماينس الاتنين عشان نجيب كتلة ايه؟ السائل. القانون اللي عندي كان ايه؟ اهو كنت بقول له ام بتساوي ام 2 ماينس ام 1. ام دي اللي هي كتلة السائل، ماس اوف ليكويد. ممكن نكتبها تاني، يبقى ماس اوف ليكويد بتساوي ام 2 ماينس ام 1. طب يا مستر ام 2 دي ليها مين؟ ليها كتلة الكأس وبيه الماء. طب وام 1 كتلة الكأس وهي فاضية. خلاص
او فاهمين يا ولاد؟ اوكي، ده بنحسبها بقى على الكالكوليتر. نشوف مع بعض، عايزين نشوف الكتلة دي كام. دي الكبيرة اهي 186، 186.73 ماينس ناقص الرقم ده كتلة الكاس وهي ايه فاضية 119.76، هيطلع هذا الرقم، هيطلع الرقم ده. شايفينه يا ولاد ولا لا؟ ده 66.97. يبقى انا نيجي نحلها، نروح كاتبين ها ام 2 بكام؟ 186.73 ماينس 119. ها 76 طلعت بكام؟ 66.97 ايه جرام. يبقى كده جبنا ايه كتلة السائل. خلاص بقت سهلة بقى، جبنا الكتلة بتاعت ايه السائل، طرحنا الاتنين من بعض، طرحنا الكأس الفاضية من الكأس وفيها الليكويد، طلعت ايه الكتلة اهي. طب يا مستر عايزين نجيب الويت، خلي بالك دي بالجرام، عشان اجيب الويت، الويت بتساوي ماس في تن، بس لاحظ ان دي بالجرام، لازم احولها لكيلو جرام. يبقى الماس دي احول الرقم ده لكيلو جرام قاسم على 1000، خلاص. بعد كده اروح ضرب ايه في تن، يبقى الماس بالجرام، علشان اجيب الويت لازم احول الجرام لكيلو جرام قاسم على 1000، قسمنا الرقم ده على 1000، بعد كده اروح ضربه في تن. نشوف مع بعضين، ادي الرقم ده اهو، اتمنى تكونوا شايفينه. مش عارف بقى واضح مع عندكم ولا لا يا ولاد، يعني يا ريت يكون واضح. واضح الرقم؟ نشوف مع بعضين. ها يبقى هذا الرقم ده بالجرام، اروح اقسمه على 1000، طلع الرقم ده. خلاص الرقم اللي طلع ده اروح ضربه في ايه في 10، يساوي هذا الرقم. خلاص يا اولاد هيطلع الرقم ده يا اولاد اهو، يبقى في الاخر هيطلع بالشكل ده 0.6697. في الاخر اقول له ايه نيوتن. مسألة ارقامها رخمة لكن سهلة، نطرح الكاسين من بعض يديني الماس بتاع الليكويد بالجرام عادي. طب عايز اجيب الويت، الماس اللي طلع بالجرام اعمله ديفايدد 1000 عشان احوله لكيلو جرام، وبعد ما احوله لكيلو جرام اقول له الويت بتساوي ماس في 10، اجيب الرقم اللي انا قسمته على 1000 اضربه في 10 يطلع الويت. اتمنى ان تكونوا يا اولاد تكونوا فاهمين، وانا واثق ان انتوا شاطرين وزي العسل وفاهمين. نشوف الورقه الثانيه، الورقة التانية بقى عاطيني مخطط، أنا مش هحله مع حضرتك أنت تحله، بس تافه جدا. ده الماس، خلاص عايز الديفينيشن، تعرف الماس اتز اماونت، كله حفظ بقى، اتز اماونت اوف ماتر ذات اوبجكت كونتينز أو إن أن اوبجكت، عايز اليونت اوف ميجرمنت الواحد جرام أو كيلو جرام، عايز الديفايس وان ارم سكيل تو ارم سكيل، عايز الإفكت دايركشن تأثير الاتجاه، ده ملهاش اتجاه نو دايركشن. عايز الافكت تأثير الديفرنت بليسز، تأثير الأماكن المختلفة، هنا doesn't change أو constant أو stable أو fixed. constant هي هي stable هي هي fixed هي هي doesn't change، كله كلام سهل شارحينه في الفيديوهات اللي فاتت. طب نفس الكلام بس على الويت، نفس الكلام، نعرف هنا الويت definition is the force by which a body is attracted to the earth، شرحنا لو كتبناها نعوق، وانت كده كده انت حافظها فمفيش داعي للكتابه. هنا اليونت اوف ميجرمنت وحده القياس نيوتن، هنا الديفايس ها قول معايا سبرينج سكيل، هنا الافكت دايركشن
الدايركت توردز ذا سنتر اوف ذا ايرث، خدناها تاثير الوزن دايما يتجه نحو مركز الارض، يبقى تو ذا سنتر اوف ذا ايرث. الايفكت ديفرنت بليسز، الاماكن المختلفه. ها الويت بيتغير طبعا، ات تشينج باي تشينجينج ذا بليس، عشان ده بيتغير بتغير الجاذبيه، لما نقول له ايه تشينجبل، متغير. فاهمين يا اولاد؟ يبقى اللي فوق الماس doesn't change by changing the place او constant، لكن ده change by changing the place. فاهمين يا اولاد؟ اوكي، ده كان مخطط علاقه بين الماس وايه والويت. ندخل هنا بقى على المقارنه الجميله دي. انا اسف يا اولاد، هي مش مقارنه، دي جدولين تشوز، انا واثق ان انت شاطر وهتحلهم لوحدك. يلا، ده تعريف ايه؟ the force with which a body is attracted to the earth، اوصلها لمين؟ وصل يا باشا، ها برافو عليك. ويت، ده تعريف الويت. the measuring unit of mass، اختار يا دكتور، ها مين في دول measuring unit of mass؟ ممتاز، كيلو جرام. measuring unit of weight، ها يلا شطور يلا شطور، ممتاز ممتاز يا دكتور، ها انتوا محترمين وزي العسل. يبقى وحدة قياس الوزن نيوتن. يلا يا دكاترة، amount of matter in an object، اوه دي سهلة دي خالص يا مس، كمية المادة الماس. خلاص يبقى كده خلصنا بعض الأسئلة، ندخل بقى على آخر حاجة مع بعضينا، تيست على يونت 1. بص يا ولاد، الورقة دي أنا مصورها بس مش واضحة، ملامحها مش واضحة، مصورها من كتاب المدرسة، هي دي أسئلة طبعا زي ما أنتوا عارفين أسئلة كتاب المدرسة، بس أنا قلت أعمل حركة جميلة بقى، رحت كتبت الأسئلة دي على الكمبيوتر علشان تبقى واضحة، عشان وإحنا بنحلها شايفين نفس الأسئلة هي هي، بس أنا كتبتها على الكمبيوتر عشان لما نيجي نشرحها تبقى إيه؟ تبقى سهلة على حضراتكم، فعشان ما حدش يقول لي دي أسئلة مختلفة، لا، نفس الأسئلة دي هي هي دي بالظبط، بس أنا كاتبها لكم عشان تبقى سهلة على حضراتكم. نشوفها بقى مع بعض، نفس الأسئلة بالظبط. ها ده تيست اون يونت 1 في كتاب ايه؟ المدرسة على الوحدة الأولى. يلا. كان بيقول ايه بقى؟ تشوز ذا رايت أنسر، اختار الإجابة الصحيحة. ذا ديفايس، الجهاز اوف ميجرنج ويت، على طول الجهاز اللي بيقيس الويت. وان أرم سكيل، تو أرم سكيل، ديجيتال سكيل، سبرينج سكيل، اختار يا دكتور. ممتاز. سبرينج سكيل، ده جهاز الويت. اللي بعده ان اوبجكت هوز ويت، جسم وزنه 20 نيوتن اون ذا ايرث، على الارض، يبقى اتس ماس ايكوال، الماس بتساوي ويت على التن. لما يطلب الماس قاسم على التن، لما يطلب الويت اضرب الماس في التن. هنا عايز الماس يبقى قاسم ده على التن، 20 على التن فيها كام؟ ها 20 على 10 فيها كام؟ فيها الاثنين، اثنين ايه؟ كيلو جرام. يبقى نختار دي طبعا في الماس، سواء لك ماس اون ذا ايرث او ماس اون ذا مون، هي هي لان الكتله ما تتغيرش. نقول ايه تاني؟ الوزن هنا ايه؟ 20. عايز ايه الماس؟ ماس بتساوي ويت ديفايد 10، 20 20 ديفايد 10 ايكوال 2 كيلو جرام. خلاص يا اولاد. اللي بعده كومبليت، ماس از ميجرد باي اون وان ارم سكيل، تو ارم سكيل، بالانس سكيل، كله يمشي. حلناها هناك سهله، ممكن نكتب هنا بالانس سكيل وير ذا ويت از ميجرد باي. يلا يا دكتور، الويت بيتقاس بايه؟ ها اكتب معايا، سبرينج سكيل. سهله ولا صعبه؟ بي mass is amount of matter that the body contains، الكتلة كمية المادة اللي موجودة في الجسم. it doesn't change according to، لا تتغير بتغير place، المكان، لا تتغير حسب المكان. خلاص الماس ثابتة. اللي بعده an object weight depend on، وزن الجسم يعتمد على، قول معايا نفس الكلام مقرر، قول ولا يا دكتوره انتوا نايمين ولا ايه؟ ركزوا. يبقى وزن الجسم يعتمد على، برافو عليكم، اول حاجه اوبجكت ماس، ايه كمان؟ بلانت،
الكوكب where the object exists، بس مش هنكتبها كلها. 3 distance. كمل يا دكتور. distance between the object and the center of the planet. هكتبها ولا سهل؟ سهل. يلا اكتبها لكم عشان ما حدش يزعل. distance between object and center of planet. بس لو كتبت distance بس اوكي تمشي. دي العوامل التي يتوقف عليها ايه؟ الويت، الوزن. طب ده بقى مش هنكتبه، ده نعرف بس الامور ماشيه ازاي. ها دي مقارنه بين الماس ومين؟ الماس والويت. الماس وايه؟ بوينت اوف كومباريزون، يعني ايه؟ وجه المقارنه، نقاط المقارنه. ديفينيشن يعني ايه ديفينيشن؟ تعريف. عرف الماس تز اماونت اوف ماتر ان ان اوبجكت. عرف الويت تز ذا فورس باي ويتش ا بودي از اتراكتد تو ذا ايرس. كل كلام مقرر وسهل، مش هنكتب عشان الفيديو ما يطولش عليه. يونت اوف ميجرمنت، وحده القياس جرام كيلو جرام. ها هنا نيوتن. سهلة ولا صعبة؟ سهل. ديفايز، طب مش بتكتب ليه مصر؟ ما كتبنا قبل كده، مش سهلة بقى عشان ما نضيعش وقت. ديفايز جهاز القياس. قول يا دكتور. وان ارم سكيل تو ارم سكيل، او ممكن تكتب الاربعة كلهم. اكتب بالانس سكيل، سنسيتيف تو ارم سكيل، ديجيتال سكيل، وان ارم ديجيتال سكيل، وان ارم سكيل وذ بوينتر. كل ده واخدينه قبل كده. الويت غلبان، ملوش الا جهاز واحد اسمه. ها قول معايا. ممتاز. سبرينج سكيل. طب الدايركشن الاتجاه. الماس هاز نو دايركشن، هاز نو دايركشن، ملهاش اتجاه. الويت ات دايركتد تو ذا سنتر اوف ذا ايرث، ات دايركتس تو ذا سنتر اوف ذا ايرث. سهله ولا صعبه؟ يتجه نحو مركز ايه؟ الارض. اي جسم دايما يتجه نحو مركز الارض. مركز الارض هو اللي فيه الجاذبيه. قول effect of different places. effect تأثير تغير المكان. هنا doesn't change، لا يتغير، او constant برضو كلام سهل. هنا it change by changing the place، او changeable. في حاجة صعبة؟ انا واثق ان انتوا شاطرين. انا طبعا عارف ان انا ما كتبتش، بس عشان كتبنا هنعوق شويه، وانا كده كده انت حافظ وعارف يعني، فالامور سهل. اخر سؤال يبقى خلصنا كل اسئله كتاب المدرسه على الوحده الاولى. كانت مساله برضو ما كانتش واضحه قوي في كتاب المدرسه، رحت كتبتها لحضراتكم على الكمبيوتر عشان تبقى سهل. يلا جميل. يلا يا دكتور. ها اف ان اوبجكت ماس، لو كان كتله الجسم 30 كيلو جرام اون ذا اير سيرف، اون ذا اير 30 كيلو جرام اون ذا ايرث، يبقى الجسم كتلته 30 كيلو على الارض. احسب اتس ماس اون ذا مون. فكر. ها هنسمع الستة ولا نضرب في ستة ولا نضرب في 10 ولا رايكم ايه؟ ها اللي يجيبها يبقى ذكي. برافو عليكم. هي الماس لا تتغير بتغير المكان، يبقى اتس ماس اون ذا مون ايكوال 30 كيلو جرام. اللي بعده its weight on the earth، الوزن على الارض. نكتب القانون، الوزن على الارض بتساوي الماس في 10. الماس بكام؟ 30 في 10 300 ايه؟ نيوتن. اختصارها ان. طيب اخر سؤال واقول لكم باي باي عشان انتوا زهقتوا مني انا عارف. its weight on the moon، الوزن على القمر. نكتب القانون، قول معايا. الوزن على القمر بيساوي ايه؟ ويت on earth divided مقسومة على 6. يبقى لما يطلب مني الوزن على القمر اشوف الوزن على الارض كام وقسم على 6. خدناها قبل كده وتقول له صعبة. طب الوزن كان كام؟ ها كان 300. الوزن كان كام؟ 300. يبقى هتساوي 300 على 6 فيها كام؟ 50. 50 ايه؟ كيلو جرام ولا نيوتن؟ قول انت. ها 50. برافو عليك نيوتن. طب حلها تاني يا مصر، نحلها تاني يا دكتور ولا تزعل نفسك. جسم كتلته 30 كيلو على الارض، احسب كتلته على القمر. هي doesn't change، الكتله لا تتغير. احسب وزنه على الارض، الوزن بيساوي ماس في 10. 30 في 10 بكام؟ 300. 300 ايه؟ نيوتن. اخر سؤال،
احسب طب الوزن على القمر، طالما جبت الوزن على الارض وهو عايز الوزن على القمر فوق اقسم على الست، يبقى الويت اون ذا ايرث ديفايد السكس، يبقى 300 على الستة فيها كام؟ 50. 50 ايه؟ نيوتن. كده يا ولاد خلصنا كل اسئلة كتاب المدرسة على الوحدة الاولى. تابعوني في الفيديوهات اللي جاية، هبدأ اشرح الوحدة التانية بالتفصيل من كتاب المعاصر لانه كتاب جميل انا بحبه جدا، وبعد كده نحل كل الاسئلة على الوحدة التانية وهكذا لحد ما المنهج يخلص ان شاء الله. تمنياتي ليكم يا ولاد بكل النجاح والتوفيق. هو حد يخاف او يقلق من الساينس؟ احلى مادة في الدنيا الساينس، ذاكرها كده وانت بتحبها وركز فيها اول باول، وذاكرها بالسبيلنج والكتابه، وانا واثق ان انت تبقى شاطر ومتميز ويبقى ليك مستقبل جميل جدا جدا ان شاء الله. ربنا معاكم والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.